كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو راح ندلع حيوان الاليف، راح نخليه يكبر لشي مرحله، يعني لانه انا الصراحه ما عم بهتم ابدا بالحيوانات تبعي. وهلا طبعا انا اليوم راح ادخل على بيتي وراح اضل بس بالبيت محبوسه مشان انه اني ادلعه اعطيه كل ما بده. يس طبعا ما بدي اني اسوي حالي اونلاين لحتى لا يجون كثير متابعين بعدين يجون هون يدلعون حيوانهم، انا ما اقدر. مثلا انه مثلا انا حيواني هلا بده يشرب، وكانت مثلا متابعي كمان حيوانه بده يشرب، فكيف بدنا نساوي؟ كثير اسفه، انا كثير بحب العب معكم. كمان حابه اقول لكم شغله، انه انا هلا في كثير منكم عم يشوفوا فيديوهاتي وعم يلعبوا معي، فاذا انتم كنتوا حضرتوا كنت هيك مره كنت بس هيك عم صور انه هيك بالمدرسه وانه الاستاذه وانه هيك قاعدين عند اللعب وانتو وربي كانوا شي متابعين وتلاميذ مرة مشاغبين، وكانوا البعض منهم كثير شاطرين. اوكي جايز يعني بس للمزاح وكنا بس عم نتسلوا بس كلكن بحبكن. وطبعا اذا ما انكن مشتركين بقناتي اشتركوا عشان انكن تنضمون لعائلة اسراء جيمر. بس هلا طبعا قاعدة عم بستنى لحد حيواني ليطلب شغلة. طبعا هذا الحيوان اشتريته بمية واعتقد 120، صراحة ما بعرف كم جوهرة، المهم يعني كم من هدول جوهرة. كان معي يا جماعة 2000 جوهرة لما بلشت التحديث، بس اللي صار معي بس 900. وانا كثير فقيرة بحس الصراحة. اوكي عم نستنى حيواني يطلب شغلة، شكله لازم نتحرك نخليه مثلا يعطش ونخليه يصير نعسان. اوكي يلا. على فكرة عجبكم الستايل تبعي، سويت كل شي كأنه زهري. بس بتمنى الصراحة عجبكم. المهم لكم شو حلو. يلا خلص بقى اطلب شغلي مسكين. لا سقطت. عادل. اوكي هاي مسكينة بتقول انا ساكتة ومتحملة، اوكي اخيرا رح يجي الصباح ياي اخيرا يب. خلاص اطلب شغلي. ما بده يطلب. بدك تنام؟ يا الله بدك تنام؟ بدك تشرب؟ بدك تاكل؟ هذا خلص اطلب شيء. يا الله لك اطلب. شوفوا بس هيك ساكت. هاي قالت هاي هلا بيكي. How are you؟ بدي احكي لك good. Nice to meet you. بدي احكي لها how are you. نحكي لهم كمان me too. لحظة me too. me too. بدي احكي لها nice to meet you also، يعني nice to meet you. اوكي حيواني لسه ما بده ينام او اشي هيك. اوكي يلا نضيف هاي، شكله حبوبة مدري متابعي مدري، لانه قالت nice to meet you. nice to meet you بتقول هيك بيضة جزيراية اشياء. احنا بدنا نضحك. لل نعم بضحك. happy easter. راحت. روحي. اوكي هلا حيواني اخيرا طلب يعني هو طلب مني طلب، فهمتي يعني اكيد. اوكي يس انا بيكبر، اطلب بس شغله واحده بعدين بيصير كبير. يا رب يلا 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 بدي اياه يصير كبير. واو اميزن والله، رح يكون كثير اميزن. بريتي اميزن.
اوكي خلص خلص، اطلب شيء، اطلب اي شيء، اكل، شرب، نوم، حمام، شاور. شوف انت شو معفن، يلا خلص اطلب شاور. ما بده. اوكي شو بدنا نسوي جايز؟ صراحة اللعبة حسيتها انه صارت شوي بورين، انها صارت مش يعني هي مش بورين، يعني ما بقصد انها هي مملة يعني، بس بلشت عم تصير بورين وبتخلي الانسان بورد. ما ادري صراحة اذا انتو كمان بالنسبة لكم او لا، بس المهم شو بدنا نساوي؟ خلص لك اطلب شغلي. الحيوان هذا الاليف هو اللي مخليني اني اصير بورد، ما عم يطلب. خلص اطلب شيء. يس شفتوا شكله، انتو كنتوا بتقولوا له يلا اطلب اكل، هاي انا عم يسمع كلامكم. طيب من عيوني تعال، كل كل اكل ما بيخلص ما شاء الله هون بالبيت. خلص كل كل، يا الله الكل خلاص، يا الله خلاص. ها eat eat your eat your food. ما بدوش، تعال هون وربي لأفاجيلك. بنروح على بيت تاني بنفتش على مكان تاكل فيه. ما بدك تاكل ها، بنروح على بيت هاي برنسيسا. سوري سوري اذا دخلنا على بيتك هيك دغري، ما حطينا لايك ولا اشي. اها هون حاطة بس شرب، وين الاكل؟ يا عيوني انتي وين الاكل؟ يعني حاطة الشرب هونيك بس الاكل وين؟ احنا ما عندنا غرض بالشرب، احنا بدنا اكل يا عالم. شو صاير معه هذا؟ النت وربي منيح بس لا لا منيح منيح يعني اليوم، بس ليه ما عم تشتغل؟ انه ليه ما بده ياكل؟ تعا معي وربي ما رح ادلعك. تعا اخر اشي رح تسوي رح تاكل اذا لقينا اكل. اوكي لحظة وين الاكل؟ وين الاكل يا بنت؟ ها الحمد لله اخيرا، يلا كل. لحظة نشوف اذا بده يشرب، ما بده يسوي ولا اشي. شوفي ما بعرف الصراحة شو صاير معه، بس يلا خليه هيك نساوي. وينه؟ ها اخيرا يلا كل الكل. شو فيك يا الله؟ هاد شكله بده يجنني. لا وربي كايز انا بدي موت، بعدين بده ياكل. لا تلحقني يا لحظة يا حيوان يا بني، لا تلحقني وربي لا افرجيلك. لحظة بنسوي فيزت لحدا على فكرة جايز، الناس هاي اللي عم تنتحل شخصيته بتشتري بتشحن يعني، هاي ما بعرف اذا هي يعني بس فان او هي بتقول انه انا اسراء جيمر، فاللي عم يقولوا انه انا اسراء جيمر بتسوي نفس شخصيتي لكل وش وهيك مسوي انه ملابس انه انا غنية مشتري تبع الهيلو كيتي وهذا، فما بعرف زي من تحت شخصيتي بتقول انه انا اسراء جيمر، فبدي اروح على السيرفر تبعها مشان اشوف اذا هونيك في متابعين بيعتقدون انه هي انا. اوكي اوكي طبعا كمان كمان حيوانة بنشوف اذا بيطلب منا اكل بعدين او لا. انه مستحيل هو بده ياكل، عم نعطيه ياكل وما بده، شو صاير معه؟ الله اعلم. بدي حل يا جماعة. يلا نشوف اذا بيطلب، يلا اطلب اكل يلا وربي. من عيوني من عيوني اعطيك اكل؟ بدي اقول لا ما بعيونك قبل الحل، يعني اقصد قبل الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل مسوي هيلو كيتي ولا مسوي مسرح بهلوان؟ ما ادري، خلينا نشوف مين هاي. هاي هي ديك اسراء جيمر. اوكي بنشوف كم عندها لحظة من فيزيتورز. صفر. اوكي حط لايك يلا عادي. شو رايكم صراحة؟ بعتقد انه هي متابعة بس، اعتقد صراحة صراحة لانه انا ضيفتها، فما بعرف صراحة. نشوف انه هي وين ونروح نفاجئها. اسراء جيمر قدامك، كمان نستنى حيوان يطلب منه شيء.
التيك توك حبيبي والله بالتيك توك بالتيك توك. هاي ها ها نيرة الفاجئة. قولي ما شاء الله حبيبتي وربي ما رح اخليك ادخلي. ها انا هون رح اغلق الباب. اوكي يعني هي متابعة بس اوكي رح اغلق الباب عشان ما تدخل. انا هي اسرع جيمر مو انت. اوه مسوي كمان حيوانة كيكو ولا الافرجي لك. انا كمان عندي كيكو هون. شوفي كيكو كمان بيتي ما رح تقدري تدخلي. اوه بدها تصور. هلا 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 والله هلا والله منورين الحبايب منورين منورين منورين. يلا جايز بس عم بمزح مع هذي. اذا عم تشوفي الفيديو لا تزعلي وربي بس عم بمزح. اوكي هلا يا عالم كده شوف اذا بتنزل الصورة او لا. اوكي صورت بيتي. اوكي اوكي وينه راحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخيرا الحيوان هذا طلب اكل. اوكي من عيوني اعطيك الاكل. اوكي اطلبه بعطيك. اوكي ها اكل اكل يا اخيرا. اوكي طبعا انا هلا رح اسوي مشان سراحي. انا مرة متحمسة كمان بحس انه كثير متوترة عشان اني اشوف استقبل حيواني الجديد اللي رح يصير هذا. يعني هذا رح يصير جديد يعني رح يصير كبير. اوكي دخل للمرحلة 2. اوكي ليش ما كبرت يا حيوان؟ ليش ما كبرت؟ لا شو بدي اسوي يعني انا ايش ذنبي انا؟ ليش ما كبر؟ ما بعرف صراحة شو صاير. صراحة صراحة بس وربي جايز ليه ما كبر؟ صراحة نسيت كيف عم نعتني بالحيوانات جايز وربي. فأنا أصلا ما بحب كثير هيك إني أعتني بالحيوانات. كنت أعتقد إنه رح يكبر. ضيعت 12 دقيقة من حياتي عشان حيوان باللعبة وما يكبر. ها إيش هاد؟ وربي نموت. هيكو جايز البنت اخذت معي سيلفي وراحت هربت طلعت من السيرفر. ما فهمت استراحة ولا شيء. انت يا حيوان ما رح اعتني فيك خلص. انتو يا متابعين اللي رح تقرروا اذا بعتني فيه او لا. كيف يعني بيعصب ليه ما كبر؟ انا نسيت صراحة كيف عم نعتني بالحيوانات. صار لي من الكريسماس ما اعتنيت بشي حيوان. اوكي ان شاء الله هلا بتعود رح اربي حيوان تاني. ما بدي اربي هذا. بس جايز هذا كان فيديو اليوم اني اعتني بحيواني. ومرة صراحة جنني كان بده يقتلني. هو كان يعني كان لسه صغير ولساته صغير. وكنت انا عم اقول باول ما حملت اللعبة اوه حلمي اني اشتري حيوانات حلمي يطلع لي يونيكورن حلمي مدري ايش. بس هلا وربي جايز صرت الاعتناء بيهم مرة اشي يقهر كثير. خاصة عم ضيع وقتي وبس. بس جايز الفيديو هذا الصراحة كان كثير ممتع. فبتمنى انتو عجبكم بتمنى استمتعتوا. لا تنسوا اشتركوا بقناتي حطوا لي كمان لايك حطوا لي فولو على تطبيق يوني اللي هون. يب حط لهم فولو كتير قربت ل10,000 وكتير انا متحمسة. بنزل هونيكا صور كثير حلوة. هون كاتبه يا حلوين كثير حلوين الصور اللي عم نزل. حطوا لي هون فولو. بس بتمنى استمتعتوا بحبكم كثير وباي.